توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، ونبدأ بالقاهرة والعظمى فيها 39، الصغرى 26، الإسكندرية 32-23، مطروح 31-22، بورسعيد 33-24، والإسماعيلية 41-26، السويس 40-25، العريش 33-23، طابة 39-26، شرم الشيخ 42-30، الغردقة 42-31. ننتقل إلى الأقصر، العظمى فيها 44 والصغرى 29، أسوان 45-30، الوادي الجديد 45-27، شلاتين 41-29، وأخيرا حلايب 40-30. والآن نستعرض معكم درجة الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.